ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا فضل الصحابة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان وربي، أن هذا الجيل الفريد هو جيل التأسي، يؤتسى بهم في كل شيء في كل شيء. ويرد مواقف مهمة جدا نتكلم عنها، لأني صراحة تعبت جدا حتى ممن ليس من المثقفين الذين لهم عقول نهيرة، صح التأثير عليهم بسهولة ويسر بطريقة عجيبة جدا، ثم بعد ذلك هم يعني يخالفون منهج هؤلاء الأخيار الأبرار بهذه السهولة. ونحن نريد قوما ينتصر بهم الإسلام، أو نريد قوما تحدث بهم النهضة، وهم على هذه السذاجة وهذه الأخلاقيات التي لم ترد في الأولين. عجيب جدا، عجيب جدا. أنا أذكر أنه من جاء يشوش على أمر معين من المرجفين طبعا في الإرجاف، هذه ليش يعن القلب لها ويحترق؟ يعني الإنسان يرى كبارا يقعون في هذا، وهم عمر كامل يعلمون الناس، عمر كامل يبنون أمة، ثم يقعون في هذا. هذه مسألة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. أنا سأؤسس أساسا فقط بلفت الانتباه، فهم المسألة كيف تمشي، وبعدين تفصيلها يأتي بقى إن شاء الله، لأنه مجال الصحابة مجال عظيم جدا في هذا الباب. فقط استقي موقفا لعمر بن الخطاب عندما جاء الرجل ينمي له، وكان وليا للأمر، شوف ده كان وليا للأمر، ينمي له وهو ولي الأمر، لأن البعض طبعا بيتكلم على أنه يعني أن تنميه الولي الأمر هذا جائز، وهذا طبعا لا يجوز أيضا أن يكون أن يقع في النميمة حتى ولو كان لولي الأمر. لما جاء رجل حذيفة قال هناك رجل يشرب الخمر، إني سأنمي ذلك لولي الأمر، يأتي له بما يعني بالعقوبة، قال إن ذهبت فأنت نمام، قال إن ذهبت فأنت نمام، ثم قال له قال قولا فصفا في هذا الباب، ما تفعله أنت أنكر من المنكر الذي تقول. فكيف أنا لا ألوم على هذا النمام، لا ألوم، لأن الله أسقطه بين وأظهر حاله، أسقطه الله أسقطه. أنا ألوم كل الملامة على كبير أو ادعى علما أو تصدر قوما ثم ذلك يعطي أذان صغير، أذان طويلة جدا أذان طويلة جدا في هذا الباب، الأذان الطويلة جدا هذه تضر جدا في الباب. عمر بن الخطاب ماذا قال؟ هل أذانه الآن؟ عمر بن الخطاب ماذا قال في هذا الباب؟ جاءه فقال له فلان وفلان وفلان، قال أنت أحد الرجلين، هذا أيضا ورد عن عمر بن عبد العزيز، قال أنت أحد الرجلين، إما فاسق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إما أنك رجل فاسق، كيف وصلت لذلك؟ كيف عرفت هذا؟ فهذه المسألة تبين قيمتك أنت، عدل أم ليس بعدل، حتى نأخذ من قولك أو لا. ثم قال إما أنك في هذه الآية تحت هذه الآية، قال وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو أنك رجل نمام. ففي الحالتين هو ساقط العدالة، فكيف يأخذ بقول؟ أين العقول وأين العلم وأين الثقافة أين الإتقان في هذا الباب؟ انتهى. ولذلك الأمة لا ترتكز إلا على من كمل التفاضل وسمت وارتقت، لا يمكن للأمة أن تقوم إلا على من استتم التفاضل. فالمسائل هنا مسائل فيها أهواء نفسية أيضا، فيها بعض الجهل، فيها ما فيها من اتباع الهوى، ما يعني هذه والله جل وعلا يختبر العبد بذلك، عشان بس ننظر لها نظرة ممحصة، الله يختبر العباد بهذا، هذا اختبار للعباد أصالة. لذلك المعدن الأصيل بيظهر في هذه المواقف، دائما يظهر المعدن الأصيل في هذا الباب. فهذا من فعل الصحابة، هذه أخلاقيات الصحابة لبناء الأمة، ننظر في أخلاقيات هؤلاء، فإن انتشرت وتفشت فإن الأمة تشرق شمسها مرة ثانية وستشرق لا محالة. والسؤال هنا إن كانت ستشرق لا محالة على من وبمن، هل نكون منه أم لا؟ هذا السؤال المطروح نجا نكون فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار
وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان. الله أكبر. وقد أتى في محكم التنزيل من فضله ما يشفي للغليل. وفي ما يشفي الغليل؟ نعم. ما يشفي الغليل. نعم. ما يشفي للغليل. للغليل؟ نعم. طيب ماشي. قال وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. الله أكبر. طبعا ونتصل للصحابة لأنها هم الأصل حقك هم الأصل حقك في هذا الباب. جزيت الجنة. ماشي. ممتازين. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإنهم قد جاهدوا المختارة. وهذا أيضا ترى بأن في قوله فإنهم قد جاهدوا المختارة أراد أن يظهر فضائل هؤلاء القوم الصحابة الكرام. بعدما تكلم على أفضل الصحابة تكلم عن العشرة والبدريين وعن أصحاب بيعة الرضوان, تكلم عموما عن الصحابة بأن هؤلاء هم خيرة الناس. وأنا هذا الذي كنت أريده وأؤسسه الآن بأنه حتى إن جئنا في المسائل الخاصة لطلبة العلم فإن العلم في المتقدمين, العلم في هؤلاء, لأن العلم في هؤلاء ليس في غيرهم. فمن أتى بعلم وادعاه في غيرهم فلا يؤخذ منه, لأن الله لا يمكن أن يظن على هؤلاء الذين اصطفاهم لصحبة النبي ولنصرة الدين ولرفع راية سيد المرسلين بعدما اصطفاهم الله جل في علاه فيظن عليهم بالعلم ويؤتيك أنت العلم. قط أبدا أبدا أبدا, ولا يظن في الله جل في علاه ذلك. لذلك قال فإنهم قد شاهدوا المختار, يعني الفضيلة العظمى لهم تفضلهم على الأمم على كل من جاء بعدهم أنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الصحبة. وقلنا الصاحب الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. فإنهم قد شاهدوا المختارة كفى. ولذلك لما قال ابن عبد البر, وأخطأ ابن عبد البر فيما قال وتبنى, لما قال ابن عبد البر بأنه قد يكون من أحد المسلمين من أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة, وجملة الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم جملة, ولكن يمكن أن يخرج الأحد خطأ بين. قد يقال ذلك في التابعين وتابعي التابعين, قد يقال وقد يصح, أما في الصحابة فلا. فجملة الصحابة خير الناس على الإطلاق. واحد من الصحابة أقل صاحب من الصحابة عملا بالنسبة طبعا بالنسبة لهم هم, فهو أفضل من الأمة بعده, أفضل من الأمة بعده. ولذلك لما عاينوا الفوارق أرادوا أن يعينوا الفوارق بين معاوية وبين عمر بن عبد العزيز على خلافته الرشدة في عامين ونصف, الذئب حرس الغنم من شدة العدل, والعدل يقيم كل الدول والظلم يقودها. فقال المحققون ليلة واحدة نظر فيها معاوية بن أبي سفيان إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور وكتب الوحي خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته جميعا. وهذا الصحيح. يعني كأنه يقول بأن هؤلاء فضل هؤلاء الصحابة الكرام على أن الله زكاهم من فوق سبع سماوات, أن من فضلهم أنهم عاينوا رأوا الرسول, أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه خير البشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فإنهم قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسول الله سيد الأنام, سيد البشرية جميع, بل سيد الخلق أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يرافق سيد الخلق فإن الله لا يجعل مرافقة سيد الخلق إلا بخير الناس, لا يكتب المرافقة هنا إلا بخير الناس. نعم. إذا قالهم شهادوا المختارة, شهادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه منقبة ليست بعدها منقبة. وكما قلنا اقتران الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يختار إلا أهل الخير صحبة للنبي. شوف الإمام مالك بذكائه وفطنته على الروافض والخبثاء أخبث أهل الأرض. ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول هؤلاء القوم أرادوا الطعن في النبي لكن يخافون. على الروافض والخبثاء قال هؤلاء قوم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا الطعن في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فما استطاعوا فطعنوا في أصحابه. لأنه سيقال إيش؟ يعني لو كان له مكان عند ربي لاختار له خير الناس، فلما اختار لهم شر الناس يبقى إذن هو لا مكانة له عند ربي. شوف انظر، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. فلذلك الله تعالى زكاهم من فوق سبع سماوات، قال محمد رسول الله والذين معه، وصفهم بصفات عظيمة. ثم قال هنا شاهدوا المختار، فقمة ما لهم من الفضل فإنهم قد شاهدوا المختار، فإنهم قد شاهدوا المختار. قال وعاينوا الأسرار والأنوار، وعاينوا الأسرار يعني إيش؟ يعني عاينوا أسرار الشريعة، ملح العلم، عاينوا أسرار الشريعة. قال وعاينوا الأسرار يعني أسرار الشريعة، وعرفوا أسبابها وعرفوا الحكم والعلل منها، وأن الله جل وعلا ما شرع شرعا إلا في مصلحة العباد وفي مصلحة المكلفين، فعلموا ذلك إتقانا فزادهم إيمانا على إيمانهم. أما الأنوار فهم رأوا شمس النبوة ورأوا شمس العلم، وأيضا اقترنت أنوار الإيمان بأنوار القلوب، كما قال ابن عمر تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل نور القرآن على نور الإيمان فزاد نورا على نور. وفي المدينة سطعت شمس النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأمة الإسلامية بأسرها، ونشر النبي صلى الله عليه وسلم الدين من هذه القاعدة العظيمة الجليلة، قاعدة المدينة. نعم. قال يعني من فضلهم فإنهم قد شاهدوا المختار وعينوا الأسرار والأنوار. تعين الأسرار، أنت ترى الأحكام الكثيرة نزلت عليهم في كل حكم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير الناس، إلى آخر ومنافع الناس إلى آخر الآيات. فعينوا الحكم والعلل، وعينوا أيضا أسرار كيفية التشريع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لهذا بحكم والثاني بحكم آخر، وبينوا أيضا مقاصد الشريعة وكيفية الأحكام التي تتبع ذلك. لذلك صاروا هم أعلم الأمة على الإطلاق، تربوا على هذه النبي صلى الله عليه وسلم، زكاهم الله ذلك علاه دينا وخلقا، ثم منحهم آلة العلم وإتقان العلم. فكيف ننظر لمن بعدهم؟ كيف نحصر العلم في المتأخرين ونترك المتقدمين؟ قلت اليوم كانت الحلقة كام على البدعة السيئة، قلت لما يقول الشافعي بدعة حسنة بدعة سيئة، وابن عمر يقول بمن نقص؟ ما دامت المسألة على الرجال دعك الآن، احنا الآثار هي الفاصلة، لكن لو دارت المسألة عن الرجال، هو أصلا الشافعي في قوله القديم يقول قول صاحب حجة، هو يقدمه على نفسه، فبمن نأخذ؟ بمن نأخذ هذا العلم؟ مش يأتيني واحد متنطع يقول هو معلش عشان الصحابة كانوا مشغولين، إنما احنا مش مشغولين، يعني بيسألوا عن المولد النبوي فبيقول له طب الصحابة ليه ما عملوش مولد نبوي وهم أحب النبي أحب إليهم من هذا صاحبك قال ذات أعتقد، فقال عشان الصحابة كانوا مشغولين وإحنا مش مشغولين. أعتقد ما هو المشكلة تأثر بتقليد أعمى ما يفوت. أما الآخر لما أنا شددت عليه رجع سريعا صراحة. الصحابة ما أيدوا ما يعني ما نصبوا الحفلات من أجل أنهم انشغلوا بأوقاتهم مشغول عندهم شغل، وإحنا فاضيين في القرن الجاي فاضيين، فلنا أن نفعل هذه الموالد. مصيبة 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 في تأجير العقل للغير، إذا كنا خيرا في تأجير العقل للغير، هذا الذي يحدث منهم تضييع الدين كلية، وجعلوا الدين محصورا في جملة المتأخرين، ونسوا أن الله تعالى جعل العلم في المتقدمين، هؤلاء الذين أمر النبي باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوافذ. ومن فضائلهم جاهدوا في الله حتى بان، جاهدوا بذلوا الجهد والسمين، فقد نصروا دين الله، وقد حملوه على أكتفهم حتى جاءنا غدا طريا، وكل منهم قد أنفق ماله عن بكرة أبيه من أجل هذا الدين. صهيب خرج من ماله كلية لله جل في علاه، أبو بكر خرج من ماله مرتين كلية لله جل في علاه، أبو بكر
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وثاني بأهله وماله. عثمان بن عفان يأتي بكلية المال يجهز جيش العسرة، ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يفعل ذلك؟ المال عزيز، المال مياز، بذل الغالي والثمين من أجل هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. بذلوا الجهد الجهيد، سهر الليالي، تعب الأبدان، الرحلة لحمل هذا العلم ونشره بين الناس. فحقا قد باعوا أنفسهم لله جل في علاه، باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه. سبحان الله. الله فضي. بيض الله وجهك يا أمجد، والله بيض الله وجهك. فالغرض المقصود هنا: باعوا حقا، جهدوا حقا، بذلوا حقا، حتى بان هنا يعني ظهر، بان هنا يعني ظهر، حتى بان دين الهدى، يعني حتى أظهروا دين الله جل وعلا. أرأيت كيف أن ألبس عمر الخطاب سوار كسرى لسراقة؟ أرأيت كيف يعني جابوا الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا، علموا الناس جميعا وصاروا بعزة لم تصر أمة بحق بهذه العزة من قبلهم بحال من الأحوال، وعزهم كان في نشر دينهم بالكتاب والسنة. لما يأتي الحارث يقول له عمر الخطاب: من تركت على الوادي؟ الوادي مكة. يقول: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: تركت على الوادي مولى من الموالي؟ قال: يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال: نعم، فإن الرسول قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، حتى سمى الأديان. سمى يعني على الأديان، على الأديان. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله. فهؤلاء القوم الذين قد اصطفاهم الله جل في علاء، النجباء النبلاء الرفعاء، الذين قد جعل الله النصر على أيديهم واصطفاهم الله جل في علاء. ورأينا منهم من زل، من سقطت منه سقطات، من وقعت منه الهنات، من وقع في الخطيات. نعم، البشرية موجودة، البشرية ليست ملائكية، لكن شوف المقياس والمعيار، مقياس النبي صلى الله عليه وسلم، مقياس الشرع، مقياس الرب جل في علا، وليس مقياس الناس كمقياس رب الناس سبحانه جل في علا. والحديث بقية تفصيلا إن شاء الله حتى ننتهي. السفرينية على مشارف الانتهاء. ما أسعدني والله، أنا أسعد الناس في هذه الدنيا ورب العزة، وما أرى أحدا يدانيني سعادا في هذه الأبواب. الكتاب إن شاء الله على مشارف الانتهاء. إحنا حتى كتب المتأخرين ولله الحمد قد يعني من الله علينا بها، وكتب المتقدمين بأسرها موجودة في النت، والله جل في علا الموفق لكل خير وبر. بعد المغرب إن شاء الله نبدأ في السنن. لو في أي سؤال قبل أن نختم الدرس الآن ونصلي المغرب، بعد المغرب بسبع دقائق، خمس دقائق، بعد صلاتنا المغرب يعني بعشر دقائق نبدأ الدرس. لو في أسئلة تفضل. بعد انتهاء السفرينية بإذن الله، لك ما قلت ومثلك لا يرد، لك ما قلت ومثلك لا يرد. خلاص إن شاء الله. إذا بعد السفرينية نكمل الاعتقاد لأبي يعلى الموصلي: لك ما قلت ومثلك لا يرد. إذا بلغ المقلتين لم يحمل الجنس قرين التعميم، لم يحمل الخبث، لكن ما أدري السؤال يرد له توضيح، بس أوضح السؤال بعد إذنكم. أمجد إن شاء الله أذهب أنا وأنت بإذن الله، وإلا التراب أولى بنا. إن شاء الله نذهب يا أمجد بإذن الله، الله يسر علينا بإذن الله. أسعدك الله أم أنس، وأحسن الله إليك وأسعد عليك أمرك، وشكر لك إحسانك وهمتك العالية في العمل دين الله جل وعلا، جزاك الله خير. طيب كده الأسئلة أنا أجبت عليها. إذن بعد المغرب عشر دقائق إن شاء الله ندخل على السنن. من أراد الله به خيرا ثبته في الخير.